Le premier congrès international éducation thérapeutique du patient هذا من 7 ل 8 في كلية الطب بسوسة وسعي جدا في حواري مع دكتورة سناء البحيري أستاذة مساعدة في الطب الجماعي والوقائي بكلية الطب بسوسة مستشفى سهلول. دكتور أهلا وسهلا. مرحبا بكم. مرحبا. Le plus important انه يتعامل ويتعايش المريض مع المرض خاصة كي يكون مزمن وذاك علاش دينا نحكيو على l'éducation thérapeutique du patient. أي من أول الحاجات إنه المريض متاعنا لازم يقبل المرضى متاعه ومن الليزوتي من الأدوات اللي في دينا باش نخليه المريض يقبل المرضى متاعه ويتعايش معاه باش يقبل توسكي معناها بروجي تيرابتيك معناها اللي مش طلبوه منهم بعد الكل في المشروع هذا المشروع الطبي البروجي تيرابتيك معناها دويت والكل إنه هو يقبله أول سلاح بين يدينا هو لا كومونيكاسيون هو التواصل معاه هو كيفاش نتخاطبوا معاه ونخليوه يقبل منا باش تنجح العمليه هذه. باهي خلينا ناخذ معاك كيلكو بوين مهمين برشا على مستوى الاتصال. وقتاش لازمني انا نجي نقول للمريض راهو عندك المرض هذا وقتاش نقول له ها واش لازمنا توا نعمل؟ هو وقتاش نقولوا للمريض معناها لانونس دو دياغنوستيك تري بيانتو اكيد ساعات الراعي والحاله النفسيه للمريض واحنا لهنا خلينا نكادريو اللي احنا فيه احنا لهنا المؤتمر الاول ليدوكاسيون تيرابتيك ليدوكاسيون تيرابتيك سا سابورت ا تو سكي كرونيك ومالادي كرونيك مانيش نحكيو على امراض اخرى اللي هي معناها المقبوليه نتاعها اقل برشا احنا نحكيو على امراض مزمنه كي نحكيو امراض مزمنه في تونس نحكيو على امراض القلب والشرايين نحكيو على مرض السكري نحكيو على خاصه هذه المجموعه من الامراض هذه المجموعه من الامراض المقبوليه نتاعها ماهيش خايبه برشا ماهيش معناها عندها مقبوليه كبيره في المجتمع لكن المقبوليه نتاعها ماهيش خايبه نقولوا له وقت اللي نتاكدوا من الدياغنوستيك هذا مش باش نحطوا المريض نتاعنا في خوف معناها لا طائله منه ولا في خوف زايد وقت اللي نتاكدوا من المرض هذايا اكيد مش نعلموه للمريض نختاروا معناها الانفيرونمون والطريقه اللي نعلنوا بها المرض هذايا واللي نخليو المريض هي الحكمه الكل في ان نخليو المريض في وسط الحكايه في السونتر نتاع الحكايه ما يحسش روحه هو ضحيه المرض ونزيدوا عليه ان احنا يكونوا ضحيه الاوامر نتاعنا نتاع انت من غدوه عندك مرض مزمن مش تولي تاخذ تريتمون كل يوم ما عادش باش تاكل هذيك وما عادش باش تاكل هذيك لا نحطوا المريض نتاعنا في قلب الحكاية ونحطوا المريض متاعنا نعطيوه هوامش مش هامش من الاختيار معناه مش هامش من الاختيار وعني داكور سور سو بوان انا مريض بالسكر اليوم لازمك تقول لي لازمك تبعد على السكر هكا وما تكثرش هكا ولازمك تتحرك وتبطل الدخان وما عادش تاكل كيما قبل هذوما لازم معناتها من اليوم نبداو بهم ني با دوتر فاسون باش تفسر لي انا بكلابيتود اللي عشت بها 20 و 30 سنه دونك لنا وقت نسال كيف سي ان بو ديليكا وكيفاش فوز لي جيري معناتها سيت كونترانت سي اون بو دير سا هو اول حاجه لازم نعرف انا المريض شكون هو المريض اللي قاعد قدامي دون سا توتاليتي شنو يخدم شنو يشوف المرض هذايا شنو نظرته شنو معناها احكامه المسبقه البريروكي نتاعو على ديابيت ولا غيره دونك المريض هذا شنو يعرف شنو اللي معناها المرجعيات نتاعو الثقافيه والاجتماعيه شنو يعرف على المرض شنو قابل انه يتعرف على المرض وينجم نوصل به في ان نعرفوا على المرض نتاعو ونعرفوا كيفاش ينجم يتغلب عليه ويحكم السيطرة عليه مش يتغلب عليه الأمراض المزمنة ما نبراوش منها ما ينجموا وقت اللي نعرفوا كيفاش معناها نسيطروا عليها نجموا نتحكموا فيها وننجحوا في التحكم فيها دونك الكوميونيكاسيون مهمه برشا خاصه المرض المزمن باش يقعد ديما باش يرجع لطبيبه وهو شاك فوا هو باش يعطيه هو مره اخرى باش يعطيه نصيحه ويعاود يذكر سو بروجي كون دو انتر سي زوبجيكتيف دونك هو اول حاجه نعرف المريض نتاعي ومن بعد نخليه هو في سنتر الحكايه نخليه هو يختار لو بروجي يختار وقتاش يحب يبدا ريجيم مثلا ويختار ريجيم ما نعطيهش اون اوردونونس ديكتي معناها ما نحطهالوش في قالب الاوامر ما نحطهالو في قالب انه هو مش يختار لو بروجي تيرابتيك نتاعو اون سورت دو نيغوسياسيون معناها مش ياخو مش يعطي وهذه نجم نعملها وهذه ما نجمش نعملها وهذه نختار باش نبدا بها جمعه هذه وهذه خلي نوخروها شويه شهر نزيد نحضر روحي دونك وقت اللي نحطو المريض في السنتر نتاع الحكايه ونحطوه ان هو صاحب قرار خير من نحطوه اللي هو مفعول به ولا اللي هو ضحيه المرض وزيد ضحيه
قلت معناها تفهمنا للفيكو نتاعو وللمعنيها للمجريات الاحداث والفيكو نتاعو اللي هو ساعات ساعات لازم ياخو وقته في انه يقبل الحكايه معناها قبل ما نعطيه نحن البروجي تيرابيتيك ولا نقول له اشرب هذه ولا نقص هذه ولا احرم روحك من الاكله هذه ولا غيرها ان سوتيان سيكولوجيك il fait partie اليوم من الادوكاسيون تيرابيتيك ولا جوست معناتها ابار حاجه وحدها اكيد سي كومبليمونتير اكيد سي كومبليمونتير معناها بروغرام ديدوكاسيون ثيرابيتيك لازم معناها سولي كي جير ان بروغرام ديدوكاسيون ثيرابيتيك يكون عنده الميم ويكون عنده درايه ولا كومبيتونس معناها متمكن من لي زوتي هذوما اللي هما مثلا لا كومونيكاسيون اللي هما لي كوتاكتيف لونتروتيان موتيفاسيونيل كيفاش يحفز المريض نتاعو انه هو ياخذ قرارات صحيه وصحيحه وناجعه باش يبدل صحة نتاعو ويحسن الصحة نتاعو ويتحكم في المرض المزمن هذا. دكتورة سناء البحيري أستاذة مساعدة في الطب الجامعي والوقائي بمستشفى الجامعي سهلول كلية الطب سوسة أن غرون ميرسي. عايشك مرحبا بكم. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.